رقم 10 غريليتش، رقم 20 برناردوري، رقم 8 غوندوكان، رقم 17 كودري. كيف ستكون المباراة مفتوحة بذكريات الموسم الماضي أم ستلعب يعني بحسابات والتكتيك؟ ساعة 20 دقيقة يصعب المباراة، خاصة أكثر مدرب يلعب السيمي فاينال مع السيتي. في المقابل في الثمانية مواجهات ساسونا اليوم أساسي من البدايات. كرة توصل من سيلفا، يلعب برناردو، خطيرة ليرلينغ ومرت السلامات والمطالبة بإعاقة وبنالتي، والبرتغالي دياش ألعب مباراة ماس برويني ثنائية السيتي. البداية الصعبة والحارس يتصدى، تنبيه ثالث وحضور ثالث لافت وباهر، يمشي بالكرة ديرسون سلامات، ترجع الكرة للدفاع رودي غيرلينغ. هالاند خطير، والدفاع من رودي جونز خطير، يعدي غوندوغان في خطأ وفاول، الحكم قال العب. صعبة يضغط السيتي، تخرج من الأباء كرة من كامافينغا تتسرح المس، رقم مرعب. أم تأتي القاضية من السيتي وهالاند، ترجع الكرة معلقة والنتيجة ما زالت معلقة، الريال يتقدم. فينيسيوس جونيور، رودري يضغط روديغا، ترجع الكرة الآن، اللعبة منحصرة أكثر في الوسط، يمشي بالكرة فيني حلوة والدفاع يقطع وبنزيما يعكس الهجمة، الكرة دي بروني جول. مش ممكن يا كيفان، هذه أحلى الأوقات، هذه أمتع الأوقات. سجل 26 هدف في دوري أبطال أوروبا ويبصم بالعشرة، 1-0 خير وبركة. كرة عن طريق غوندوغان خطيرة، أو برنابيو وصورة الأفراح، هل تكون في مانشستر؟ 8 دقائق في معركة، 8 دقائق في حكاية. ورا من مودريتش روديغير على القمم، الريال يتقدم بهدف والسيتي. رودري غريليتش غوندوغان تكلم في صمت ليس بعد. الكرة ترجع من هالاند، يمشي هالاند في خطا واضح ضد الريال، خطا على روديغير. مباراة كبيرة برشا، الشوط الثاني يمتبع، وصل كرة دي برويني، خلصها كبان، تعطيش باس وبنزيما مستغرب ومتعجب، والكرة ترجع روديغير والريال يمشي بكرة خطيرة على القائم الثاني، ترجع يمشي غريليتش للضربة القاضية، غريليتش خطيرة، يمشي وروديغير للريال، المطالبة بمساندة، والصعبة يقطع الطريق ويف الضربة ممكن. الأول وقت اللي الريال ركب المباراة، كيفن دي برويني حاط الكرة الصعبة لهالاند، صعوبة مدينة مانشستر وجمهور السيتي.